ممنوع معلش قول له يبدا واقف عشان هم بيحاولوا يمنعونا من ان احنا نتكلم عشان فلسطين. دقيقتين من وقتكم لو سمحتوا. اسمعوني لو سمحتوا عشان هم اسئله من غير حاجات اصلا. معلش ممنوع. سيدات والسادة الحاضرين، طلاب الجامعة الأمريكية وطلاب الجامعات الدولية والمصرية جميعا، يا ريت دقيقتين من وقتكم. قررنا نحن طلاب وخريجي الجامعة الأمريكية وطلاب مصر الأحرار في المطلق الإدلاء بأربعة مطالب لإدارة الجامعة الأمريكية تضامنا مع إخواننا في فلسطين وحفاظا على الجامعة من المساهمة المالية في اقتصاد الكيان الصهيوني. ومطالبنا هي كالآتي: أن تقاطع إدارة الجامعة فورا شركتي أكسا إنشورنس وإتش بي إي لتمويلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات ومنظومة الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وإنهاء جميع حقوق الضحايا والتبادل مع أي شركات تشارك في قوائم حركة مقاطعة إسرائيل ألا وهي بي بي إس. ثانياً، أن تلتزم الإدارة بالشفافية المالية الكاملة في المستقبل والإفصاح عن سبل إنفاق الرسوم الدراسية. ثالثاً، أن تتعهد إدارة الجامعة بالالتزام بقائمة حركة المقاطعة من الآن فصاعداً حتى لا يتم استخدام أموالنا لتمويل جرائم الاحتلال المستمرة منذ 75 عاما. رابعاً، تعديل جميع العقود المستقبلية مع البائعين داخل الحرم الجامعي لمنع توريد السلع والمنتجات من قبل الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني. وشكراً.